مثلا هذا الجهاز، هاي الاحرف اللي فيه، خلينا نشوف شو معناها وشو في عندي اوبشنز. ال اندكتيف ايش في اوبشنز ثانية غير الاندكتيف؟ في كاباسيتيف، في عندي ال سي كاباسيتيف اتش هول افكت. حسب بنعمل ديتكشن لايش بالضبط؟ بالضبط تمام. انا عمالي هون بقرا بس من هون عندي هول افكت، عفوا هذه اس هول افكت. فهذا اللي هو اول حرف ال ال اندكتيف للميتالز، سي اللي هو الكاباسيتيف لاشياء مثلا زي سوائل، سوائل معينه كرتون اشياء اخرى كاباسيتيف، الاس هول افكت. في اشياء اخرى هون مثلا مثلا في سيفتي اكويبمنت، مثلا في ريد، في رينج، يعني اشياء اخرى، بس احنا هذول مثلا ثلاثه احنا فاميليار فيهم، هول افكت وكاباسيتيف واندكتيف. هلا هذا الهول افكت بيكون بيعمل ديتكشن لماجنتيك، لماجنتيك فيلد. الحرف الثاني اللي هو ام، ام اللي هو سيلندر تايب او تي، الام في اوبشن ثاني تي، الام سيلندر يعني زي الشكل اللي معكم سيلندريكال، سيلندريكال تايب، التي كانه زي زاويه بيجي بشكل مختلف. ال 18 اللي هو قطر الدايمتر، الدايمتر تبع هاي بالمليمترات. فبعدين عندي ال 30 اللي هو السنسنج ديستانس بالمليمترات. قديش اللي معكم قلنا 8؟ 8 ملي، في 8 عليها، اذا لا 30 عفوا انا غلط، السنسنج ديستانس اللي هي 0.5 هذا الوركينج فولتج، اسف هذا السنسنج ديستانس، ال 30 هو الوركينج فولتج. بالحاله هاي هو من 6 ل 36 بنسميه 30، نومينال 30. ال 0.8 هو السنسنج ديستانس بالمليمترات. البي اظن انه بي ام بي او ام بي ان، فعندنا البي الاوبشنز تبعتها بي ان وتشينج اوفر، ان اللي هو ان بي ان، بي اللي هو بي ان بي، وهذا هون تشينج اوفر. تشينج اوفر يعني في ام بي ان وبي ام بي وبعمل تشينج اوفر. فهذا في نورمالي اوبن زائد نورمالي كلوز. الاوتبوت ستيت A اللي هو هذا الاوتبوت ستيت اللي هو نورمالي اوبن نورمالي كلوزد، لا عفوا هذا هون L وهذا هون C اللي هو نورمالي اوبن نورمالي كلوزد تشينج اوفر. فالC اللي هو تشينج اوفر هذا نورمالي اوبن راح يكون A، فا A normally open، B normally close، to C change over. وال P هو PMP أو MPN، وال L كأنه 2 DC wire، أنا مش متأكد بالضبط شو بعطيني هون، بس هو حاطط عليه 2 wire DC. أوكي إذا هدول inductive ال L أو capacitive ال C أو S ال hall effect، M اللي هو cylindrical، 18 اللي هو القطر تبع هاي، 30 rated voltage، 0.8 sensing distance، P اللي هو MPN أو PMP أو L two wires، و C اللي هو normally open normally closed أو change over.